اليوم هذاك الشاب اللي دار مصيبه في عيد ديال بليمات وصاحبه اللي دخل ضرباتهم طوموبيل. ولدي مسكين راه هو طايح كوما من البارح ما عاقلش، جاتو الدقه في الراس، ترسوا ليه رجيلات بجوج، طاحوا ليه السنان. الحمد لله ولدي من البارح هو في لاغياميماسيون ما عاقلش، وصاحبه مسكين حتى هو جاتو الدقه في الجهاز التناسلي، راه الصباح داروا ليه العمليه والحمد لله ديالهم 18 عام جوج عندو الدوزيام باك. كان من المفروض نهار الخميس يدوز الجهاوي اللي تاجل ليهم، والحمد لله الحمد لله الاستاذ ديالو اللي كيدوز ليه السوايع الا عيط ليا قبيله كيبكي. انا ماشي غنشكر لكم ولدي حيت انا امو، الا طلعتي دابا معايا وضربتي غير دوره هنايا في السبيطار غتشوف الناس اللي تابعينو اللي كيبكيو عليه واللي كيدعيو معاه. ولدي من اطيب خلق الله، ايه حنايا من درب السلطان، ولدي من درب السلطان، ولكن نعم التربيه نعم التربيه الحمد لله. لا هو لا صاحبه لا صحابه اجمعين اللي كيقولوا لا حق راه مبليين لا حق راه دايخين لا حق راه في عين الدياب. الدراري مشاو ضربوا دويره وجايين، ما البليه ما كايناش بالمره. والحاجه الوحيده اللي غنطلب منكم اللي غيشوف هذا الفيديو يدعي ليا مع وليدي، راه هو في غيبوبه يفيق. انا بغيت غير نشوفه فيق، انا بغيتو يحل عينيه، رجليه نجبرو، سنانو نصوبهم، اي حاجه نصوبها لي، غير فيق غير يفيق ويقول ماما، غير نسمعو هو اللي عندي. والله انا الاخ ديال الدري اللي مع الدري هذا اللي داروا كسيده بتي ماكس في سميتو في عين الدياب. الدراري كانوا مساكن غاديين عادي دايرين لي كاسك ديالهم، موتور عندهم بلاكه كلشي قانوني، الدري عنده بيرمي ديالو، الدراري باقيين كيقراو، ماشي زعما شي دراري اللي هما خارجين على الطريق ولا كيديروا شي حاجه ولا كتب عليهم الله هادشي. غاديين هما في الطريق في لافوا ديالهم، السيد جاي تا هو عادي في الطريق ديالو، رشقات ليه باش يدور دار، الدراري ما لقاوش فين يفراني ولقاوه قدامه، دخلوا فيه ديريكت مساكن من اللور. واحد مسكين تهرس في رجليه، هو دابا كوما مسكين، باقي ما عرفناش شنو عنده، بغينا غنعرفو غنتاكدو، يقولوا لنا يعطيونا راس الخيط نعرفو الدري شنو هو عنده. الاخ ديالي مسكين تضرب في الجهاز التناسلي ديالو من التحت، دار عمليه اليوم، باقي دابا الحمد لله كتسناو غيفيق باش نعرفو حتى هو شنو هو عنده. اما الناس اللي كيقولوا بالنسبه للدراري هادو راه مبليين ولا كانوا دايرين شي حاجه، حشومه اتقوا الله، لان حتى انتوما عندكم ولادكم وعندكم خوتكم وعندكم عائلتكم، اش فهمتيني؟ ابسط حاجه واللي شاف هاد الشيء دعوا معاهم، لان باقي دراري صغار وباقي ما شافوا ما تشوفوا ما بغيناش الدري هذا حتى هو يضيع. دعوا معاهم، بغينا كاملين المغاربه سبحان كاملين المغاربه يدعوا مع الدراري هادو. الدري في مرحله الخطر دابا، حنا بغينا نعرفوا الدري الحمد لله واش غيعيش ولا ما غيعيش، واش فهمتيني؟ وهذا الشيء اللي كاين ونتمناو من الله سبحانه وتعالى يكون. الاخ ديالي هو اللي دار سميتو، هو اللي دار العمليه على الجهاز التناسلي. دابا السن ديالو حتى هو 18 سنه باقي كيقرا، السن ديالو 18 سنه باقي كيقرا، الدري زوين ما كيدير حتى شي حاجه، لا الدري الا اللي معاه، والناس اللي كيشوفوا هذا الشيء راه عارفين. غادي يدخلوا الفيسبوكات ديالهم ويدخلوا الانستغرام غادي يشوفوا كاملين، غيشوفوهم باللي دراري زوينين وما مبليين وما كيكميو وما كيشربوا وما كيديروا حتى شي حاجه. السيد النصراني كان البارح سكران هو ومراته في عين الدياب، كانوا شاربين، الدري غادي في لافوا ديالو، كيبان ليه السيد حتى هو راه غادي في الطريق ديالو عادي نورمال، شويه حتى كيقلب الطوموبيل، القلبه اللي قلبها لقاو الدراري لقوه قدامهم ما لقاش فين غادي يفرهني، صافي ضرب الموتور ضربوا من موراه تشتت الموتور، حنا ما بقاش فينا الموتور ولا داكشي كله، ان شاء الله غادي تخلف اي حاجه تخلف. هي الصحه ديال الدري هي اللي بغينا نعرفوا الدري شنو هو عنده، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يجيب لهم الشفاء العاجل. هادشي اللي كنتمنوه لهم، نتمنوا المغاربه كاملين اللي كيشوفوا هادشي يدعوا معاهم حتى هما وصافي، هادشي اللي غنقولوا وشكرا. كيف صدقت الخبر اخويا انا حسيت بها مع صلاه العشاء، حسيت بولدي عنده شي حاجه ماشي هي هذيك. جا واحد جوج دراري عنده كيسولوا عليه في الدار، قلت لهم راه ما كاينش راه خارج، هو ما مولفش اصلا كيتعطل هذيك التعطيله، فاش كنصوني ليه فين كايمن كيجاوبني هذيك الساعه قبل منها بشي ساعه، كنصوني تليفونه طافي تليفونه طافي تليفونه، كنقول الله يسر الله ينزل في قدر ولطف.
فاش جاو هذاك الدراري يسولوا عليه قلت لهم راه ولدي ما كاينش راه خارج. مشاو هما دابا انا ولدي غيب سيغ بلاص، ولكن الولد صاحبه مسكين جاته الدقه لتحت بقى عاقل. عيط على عيط هذوك جوج دراري واحد فيهم نيت، قال لهم سيروا لدار ايمن قولوا ليهم راه دار كسيده. هما فاش رجعوا عندي عاوتاني انا مع الحل هذا الباب لقيتهم هما، قلت له ولدي راه باقي ما جاش، قال لي لا خالتي راه بغينا عمي. هما غير قالوا بغينا عمي، عرفت ولدي عنده شي حاجه عرفتها، حيت انا ولدي ما غنبقاش ما غنبقاش نهضر على ولدي حيت غيقولوا الناس، لا حيت غيقولوا الناس حيت ولدها. راه خاصك تطلع وتشوف، راه خاصك تطلع وتضرب دوره هنا في السبيطار وتشوف الناس اللي جايين تابعين ايمن اللي كيطلبوا يا ربي تفيق ايمن. ايمن بن زكري من اطيب خلق الله. انا قلت لك والله الا عيط ليه قبيله الاستاذ ديالو كيبكي كيقول لينا راه هو يخرجوا.